على الجانب الاخر النهارده كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي امبي عمل مباراه رائعه من الناحيه التكتيكيه. المباراه في الشوط الاول، انا هحكي لحضراتكم على مباراه الزمالك وامبي في شوطها الاول. الشوط الاول نادي امبي كان واقف في نص ملعبه وبيلعب على الهجمات المرتده. الشوط الثاني فوجئنا بامبي مختلف الحقيقه. خلينا نروح لكابتن احمد كشري ونعرف منه ايه الفارق ما بين الشوط الاول، وطبعا نهنيه على هذه النقطه. كابتن احمد ازي حضرتك؟ يعني طبعا ابارك لك، بتلعب فريق كبير زي نادي الزمالك وتتعادل، اعتقد شيء جيد. حبيبي يا كابتن اسلام، الله يبارك فيك. الحمد لله. طبعا مباراه، انت عارف، مباراه صعبه ومع نادي الزمالك، وطبعا بوست جمهوره، ومباراه بعد طبعا مباراه السوبر. اكيد الفريق بتاع الزمالك جاي عايز طالع جمهوره جاي، لكن احنا الحمد لله كنا يعني مستعدين بنسبه كبيره. نعم. ويمكن اشتغلت على العوامل النفسيه للعيبه قبل المباراه، والحمد لله زي ما انت شفت كده الشوط الاول كان يعني سجال، ما فيش حاجه خطيره علينا. يمكن هي ضربه الجزاء جت في اخر دقيقه، وارد الاخطاء، لكن النهارده لا، وضرب الجزاء هي خطأ، يعني هو اللاعب بعيد، لاعب الزمالك بعيد خالص عن الجول. والله يا كابتن اسلام انا مش هتكلم بقى في الحاجات التحكيميه لان في حاجات في الملعب، لكن المباراه طبعا يعني النهارده انت شايف في حاجات كثيره. مكاسب النادي الانبي ده لاعب 3 ولاد مواليد 2003. والله برافو عليك، هايل. 3 لعيبه الباك ليفت بتاعي، حمدي ده مواليد 2003، يوسف لبيب الفرود 2003، احمد نادر حواش 2003. يعني في مباراه، واللي جاب لي الجون النهارده لعيب اول مره يلعب دوري ممتاز، كان بيلعب في الدرجه الثانيه. الحمد لله يعني اللعيبه يعني اهلناهم نفسيا، رغم ان احنا مباراتنا صعبه جدا يا كابتن اسلام. يعني تخيل اول مباراه بيراميدز تعادلنا معاهم، ولعبنا بعديها الجيش في ملعب الجيش، وبعدين المصري في اسكندريه، وبعدين الزمالك. المباراة كلها صعبه، انا عارف الدوري كله صعب، لكن انت بتلاعب فرق صعبه وتقيله، بتعرف تكسب، بتعرف تجمع نقط. فيمكن هي دي الماتشات، وانا عندي لعيبه كتير. انا النهارده بلعب ما عنديش مهاجم، يعني النهارده اوفا مصاب، يعني قدامه اسبوع ويرجع. عندي برين جلال مصاب، عندي كريم الطيب مصاب، ما عنديش فيرود النهارده. ويمكن عبد العاطي اللي انا التغييرات اللي عملتها الشوط الثاني قلبت الماتش وخلتنا احنا اللي راكبين الجيم ومستحوذين طول الوقت. فالحمد لله، يعني الحمد لله مباراه جيده وكويسه من لعيبتي، والحمد لله يعني كنت كويس في الوقت ده. انت عارف اللي بيجمع في الوقت ده بيبقى مهم جدا، خاصه لما يكون مع نادي. طبعا يعني لعبت نادي الزمالك ولعبت نادي بيراميدز، تعادلت مع نادي الزمالك وتعادلت مع نادي بيراميدز، اعتقد ان ده شيء جيد جدا يا كابتن كشري. ودايما الشوط الثاني بالنسبه لك بيفرق كتير جدا عن الشوط الاول، او بيبقى هناك تحول واضح او نقطه تحول واضحه في الشوط الثاني يا كابتن كشري، طبعا لانه تغييراته، لانه النهارده تحديدا كمان حصل مع برضه بيراميدز احنا كنا خسرانين مظبوط اول الشوط الثاني، نزلنا كنا الافضل وجبنا هدف التعادل وكنا قريبين المكسب. يعني الحمد لله طبعا، يعني انت عارف يعني انا كمدرب بستنى بين الشوطين ده ان بيبقى في حاجات كتيره جدا تقدر تعملها مع اللعيبه، تقدر تفكر في تغييراتك، تقدر تغير معنويات اللعيبه لو انت شايف اللعيبه معنوياتها مش كويسه. الحمد لله يعني بحمد ربنا طبعا. مباراه كويسه جدا، ادينا مباراه كمان، يعني كنا مستحوذين على نص الملعب رغم ان يعني فريق الزمالك كان رامي برضو معظم اللعيبه عنده المهاريين، يعني في الملعب زيزو وشيكابالا ومصطفى شلبي وكتيري، يعني لعيبه كوره انت عارف يعني تقال لما بيلعب. طبعا طبعا احنا اللي كنا واخدين نص الملعب منهم، احنا اللي كنا الافضل ولينا اكتر من فرصه قبل الجون. يعني احنا كنا حاسين ان الجون قرب، وزي ما بقول لك يعني لولا الغيابات برضو عندي كان ممكن الامور تبقى افضل من كده، لكن الحمد لله اللعيبه اللي لعبوا النهارده كلهم رجاله، ونتيجه الحمد لله ايجابيه باداء، يعني نتيجه باداء مش يعني ما جاتش بالصدفه، لا احنا طوال المباراه شكلنا كويس، نوصل لجونهم في اكتر من فرصه، والحمد لله على النتيجه. ألف مبروك يا كابتن كشري، وأعتقد إن الشهر القادم أو الأجازة القادمة من الممكن جدا إن هي تفرق معاك خلال الفترة القادمة ويتم فيها تصحيح الأوضاع. أكيد أكيد طبعا، أنا يعني مستني الفترة دي. أنا بقول لك عندي إصابات وعندي لعيبة لسه ما انسجمتش، في تغييرات كتيرة طبعا، يعني النادي جاب لعيبة كتيرة، صفقات، الصفقات دي محتاجة إن هي وقت، وإحنا فترة الإعداد كانت قليلة جدا بعد ما النادي تعاقد معايا، بدأت متأخر ما لحقتش، عملنا معسكر بس في اسكندريه ورجعت على اول مباراه في الدوري. فاكيد
انا محتاج يعني وقت الفرقه يحصل فيها انسجام، وان شاء الله هتشوفوا ان شاء الله الفريق افضل كمان في الفتره الجايه باذن الله. شكرا جزيلا يا نجم على وجودك معنا كابتن احمد كشري المدير الفني لنادي امبي بعد تعادله اليوم مع نادي الزمالك.